بين الأغلفة المالية الابتدائية والنهائية للمشاريع تتبدد الملايير وتسجل الميزانيات عجزا، تتأثر الخزينة العمومية والسبب سوء التسيير. هناك مشاريع عديدة يمكن لنا أن نسردها عليكم، مثلا لاليمونتاسيون نو بوتابل، يعني من طمرس إلى عين صالح. الغلاف المالي الأولي 107 مليار، الغلاف المالي الختامي 204 مليار دينار جزائري. يعني أرقام مرعبة تدل على أن العجز في الميزانية هو ناتج عن سوء تسيير، عدم نضج المشاريع قبل تسجيلها. يعني أقول لكم قبل تسجيلها مش قبل إطلاقها. تراكمات سوء التسيير المسجل منذ سنة 2016 إلى غاية 2019 أدى إلى عجز في الميزانية الحالية، ودفع إلى إيجاد آليات جديدة على مستوى وزارة المالية لضبط هكذا تصرفات. إرشاد بترشيد النفقات والتحقق من نضج المشاريع قبل تسجيلها، مش قبل انطلاق فيها، قبل تسجيلها. وقد وضعنا على مستوى وزارة المالية آليات جديدة إن شاء الله، هي حيز التنفيذ حاليا بالنسبة ل 21، مما سيسمح لنا بترشيد والتحكم في النفقات. ملف تسيير المشاريع الكبرى ومن جرى عنه من تبديد للمال العام دون حتى إتمام بعضها يستوجب ضبطه، خصوصا في ظل انخفاض احتياطي الصرف.